امبارح مصر استقبلت خبر وفاة واحد من أهم الفنانين العظام، الفنان الكبير سمير صبري اللي رحل وترك ميراث فني استثنائي ومشوار حافل بالتألق والإبداع في السينما والدراما، وكمان ما نقدرش ننكر أو ننسى في تقديم البرامج التلفزيونية. خلينا نشوف يعني لمحات من سيرة الراحل سمير صبري. رحل الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، تاركا للمصريين ولصناعة الفن ميراثا فنيا وصل إلى 140 فيلما و40 مسلسلا دراميا وإذاعيا، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمسرحيات والفوازير. هو فنان استثنائي عشق الفن وأحبته الكاميرا، عاش حياة فنية مليئة بالأعمال المتنوعة ما بين الكوميديا والاجتماعية، لن ينساه جمهوره أبداً، وكانت كلماته الشهيرة سكر حلوة الدنيا سكر. ولد الفنان سمير صبري في الإسكندرية عام 1936، وبدأت خطواته الفنية في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم وتبناه عبد الحليم حافظ. سمير صبري واحد من الفنانين الشاملين، ممثل ومطرب ومذيع مصري، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه للتمثيل والغناء. قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها هذا المساء، كان زمان، والنادي الدولي. في السينما قدم عدداً كبيراً من الأفلام كجحيم تحت الماء والجلسة سرية وأبي فوق الشجرة ودموع صاحبة الجلالة. كذلك أسس سمير صبري شركة إنتاج سينمائي، وقدم مؤخراً كتاباً بعنوان حكايات العمر كله، ويحكي فيه مذكراته الفنية ومشواره في عالم الفن وتقديم البرامج والفوازير. كذلك كون فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات هي الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات، وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون. كرم سمير صبري عن مجمل مشواره الفني خلال الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عدد من أبناء جيله من بينهم الفنانة نيلي.